مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من التغطية والتحليل على شاشة القاهرة الإخبارية، نخصصها لمتابعة آخر التطورات والأحداث في لبنان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 10 أهداف لحزب الله في 7 مناطق بجنوب لبنان خلال الساعات الماضية، كما أعلن استهدافه منشآت عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله. أفاد مراسلنا بأن هدوءا حذرا يسود على طول الحدود اللبنانية الجنوبية بعد عمليتين نفذهما الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأضاف أن قوات اليونيفيل تواصل تسيير دورياتها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتخفيف حدة التصعيد. أكد الجيش اللبناني أن مساعي التهدئة لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما زالت مستمرة، وأضاف أن الوحدات العسكرية المنتشرة في جنوب لبنان تواصل التنسيق مع قوات يونيفيل على أمل استعادة الهدوء في الجنوب اللبناني. أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية محمد الحوت أن كل شركات الطيران العربية مستمرة في رحلاتها إلى بيروت، وأضاف الحوت بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن مطار رفيق الحريري في لبنان لم يتعرض لأي تهديد، مشيرا إلى أن معظم الطائرات تتحرك بشكل طبيعي وتسير حسب المواعيد المعلنة. من الجنوب اللبناني ينضم إلينا مراسلنا أحمد سنجاب، مرحبا بك أحمد، نقف معك على آخر التطورات بعد العملية الإسرائيلية. نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل هناك تطور في الوضع في الجنوب اللبناني، إذ شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة جبشيد بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، بالإضافة أيضا إلى قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بخرق جدار الصوت في العديد من المناطق بالجنوب اللبناني، وصولا إلى المناطق البعيدة نسبيا عن نطاق العمليات مثل مدينة صيدا عاصمة الجنوب، بالإضافة إلى مدينة جزين أو بلدة جزين، بالإضافة إلى عدد من المناطق. سمع عدوي كسر جدار الصوت أيضا في مناطق متفرقة بالعاصمة اللبنانية بيروت. ربما هذا تطور من أو كان هذا أمر معتاد على مدار الأيام الماضية، وحرص جيش الاحتلال الإسرائيلي على خرق جدار الصوت في نوع من أنواع الحرب النفسية وأيضا التهديد للبنانيين خلال الفترة الماضية. توقفت هذه العملية على مدار اليومين الماضيين، ولكن جيش الاحتلال استأنف الطيران واستأنف كسر جدار الصوت قبل قليل. فيما هل هناك أي تحركات تخص حزب الله أحمد؟ يعني هل لاحظت بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة أي تحركات من قبل حزب الله؟ حتى الآن لا تحرك لحزب الله من الجنوب اللبناني، ولم تنفذ أي عملية من الجنوب اللبناني باتجاه أي من المواقع العسكرية الإسرائيلية منذ صباح اليوم وحتى الآن، وذلك بخلاف يوم أمس. يوم أمس في مثل هذا التوقيت كان هناك 3 عمليات على الأقل نفذت من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها عملية كبرى تمثلت في إطلاق عشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا على موقع البغدادي، وشاهدنا ألسنة الدخان وألسنة اللعب وسحب الدخان تتصاعد من الموقع بعد إطلاق عشرات الصواريخ عليه. كان هذا الأمر في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ولكن حتى الآن لا توجد أي عملية لحزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه أي من المواقع العسكرية الإسرائيلية، وكل هذا الأمر يضفي أو يضيف إلى المشهد الذي يتسم بالهدوء الحذر منذ صباح اليوم وحتى الآن. لا يخرق هذا المشهد ولا يخرق هذا الهدوء إلا ببعض الاعتداءات الإسرائيلية كتلك التي استهدفت
منزلا في الساعات الأولى من صباح اليوم وتحديدا فجر اليوم في إحدى البلدات أيضا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وتحديدا بلدة بيت ليف، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر حزب الله، ثم هذه العملية التي نفذت قبل قليل في بلدة جبشيت بالقطاع الأوسط أيضا من الجنوب اللبناني، وقصف مدفعي تعرضت له بلدة الخيام، بالإضافة إلى خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية لجدار الصوت والتحليق الكثيف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني. بخلاف هذه المشاهد، الهدوء الحذر لا يزال يسيطر على كافة المناطق وكافة القطاعات في الجنوب اللبناني، بالإضافة أيضا إلى الانتشار الكثيف لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في أنحاء متفرقة بالجنوب اللبناني. وأحمد، ما تتحدث عنه يبدو وكأنه يسير على نفس الوتيرة التي دأبت عليها إسرائيل منذ أن انطلق الصراع منذ 10 أشهر، يعني طبقا لنفس قواعد الاشتباك، مناطق سبق استهدافها من قبل، يعني لم تخرج عن الوتيرة التي كانت عليها طوال هذه المدة، صحيح؟ نعم بالتأكيد، هذه الوتيرة لا تزال سارية حتى الآن، قواعد الاشتباك لا تزال سارية، كل ما يسري على الجبهة الجنوبية اللبنانية هي صورة مختلفة تماما ومغايرة تماما عن التهديدات الإسرائيلية المتكررة على مدار الأيام القليلة الماضية، ونبرة التهديد التي اتخذت منحنى غير مسبوق خلال الأيام الماضية، وتوجيه ضربات إلى بيروت أو توجيه ضربات إلى الدولة اللبنانية، كل هذه الأمور الكلامية أو التهديدات التي هدد بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الواقع هنا في الجنوب اللبناني يخالفها بشكل كبير جدا، وخصوصا في ظل ما يمكن تسميته بعمليات جس النبض التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار يوم أمس، ليعرف ماذا سيكون رد فعل حزب الله تجاه هذه العمليات، وخصوصا بعد الضغوط الدولية الكثيرة على مدار الساعات القليلة الماضية. ولكن بعد تنفيذ هذه العمليات، نفذ حزب الله على مدار اليوم 8 عمليات، من بينها عمليات كبرى من الجنوب اللبناني كإطلاق عشرات الصواريخ على موقع البغدادي، أيضا كإعداد كمين لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق الأسلحة الصاروخية عليه وتدمير دبابة مركافة في موقع الراهب، موقع الراهب الذي تم استهدافه 3 مرات بالأمس من الجنوب اللبناني من بين العمليات 8 التي نفذت من الجنوب. فبالتالي لا تزال القواعد المتعلقة بالاشتباك قائمة، لا عملية تنفذ في الجنوب اللبناني دون رد من قرب الحزب الله حتى وإن تأخر الرد. فبالتالي هذه القواعد هي التي لا تزال حاكمة للعمل على طول الحدود اللبنانية اللبنانية، وربما جس النبض أو ما تخشى منه إسرائيل من هذه التهديدات هو أنه حال تنفيذ هذه التهديدات لا ضمان لدى إسرائيل بألا يكون لحزب الله رد من الجنوب اللبناني، علما بأن الرد قد لا يكون محسوبا أو قد لا تتحسبه سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأن الوقائع السابقة تؤكد أن حزب الله استهدف مناطق ربما لم يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لدى الحزب القدرات أو الإمكانيات أو الصواريخ والأسلحة التي تمكنها من استهداف هذه المناطق، مثل استهداف قاعدة ميرون الجوية واستهداف مرابط للمدفعية واستهداف أيضا بطاريات للقبة الحديدية واستهداف منظومات دفاع جوي واستهداف مناطق بالقرب من حيفا في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، والعديد من العمليات التي وصلت إلى عمق تجاوز 7 كيلومترات من الحدود الجنوبية اللبنانية في تطور ربما غير مسبوق في تاريخ المواجهات بين لبنان وإسرائيل، أن تصل أسلحة الحزب وصواريخه ومسيراته إلى هذا العمق في الشمال الإسرائيلي. هذه الأسلحة والصواريخ أيضا والعمليات التي نفذت التي أدت إلى وجود أكثر من 100,000 مستوطن تركوا منازلهم في الشمال وفي مستوطنات الشمال الإسرائيلي وذهبوا إلى مناطق بعيدة عن العمليات التي ينفذها حزب الله، وربما كانت هذه من الأمور الضاغطة، وهذه أيضا من الشروط والأمور التي يتم التفاوض حولها، وهناك ضغوط كثيفة تبذل من ضمن الاتصالات الدولية على مدار الساعات القليلة الماضية من أجل الضغط على حزب الله لوقف عملياته حتى تتمكن إسرائيل من إعادة مستوطني الشمال مرة أخرى قبل شهر سبتمبر، وهذا هو الموعد الذي كانت وعدت به الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين أنه أقصى مدى زمني يمكن للحكومة أن تعيد المستوطنين فيه مع بداية الفصل الدراسي، ولكن وفقا للعمليات ووفقا للمعادلة التي لا تزال قائمة في الميدان في الجنوب اللبناني، فأن هذا الموعد قد يأتي دون أن يكون هناك أي تهدئة في الحدود الجنوبية اللبنانية، إلا إذا كانت هناك تسوية أو تهدئة شاملة في المنطقة بأكملها. شكرا جزيلا لك أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من الجنوب اللبناني.
قال مسؤولان إسرائيليان إن الرد الإسرائيلي على حزب الله بعد هجوم مجدل الشمس سيكون محدودا لكنه ذو مغزى. كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرد على حزب الله سيتراوح بين هجوم على البنية التحتية وضرب مستودعات أسلحة أو استهداف قادة كبار في الجماعة اللبنانية. اتجاه قوي داخل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية قوية ضد حزب الله اللبناني رداً على هجوم مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 40 آخرين. وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الرد الإسرائيلي على حزب الله سيكون محدوداً لكنه ذا مغزى، حيث ستتراوح خيارات الرد بين هجوم على البنية التحتية وضرب مستودعات أسلحة حزب الله أو استهداف قادة كبار بالجماعة. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين شددوا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لا تريد جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة. وعلى الرغم من عدم إعلان حزب الله اللبناني بصورة رسمية مسؤوليته عن هجوم مجدل شمس، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد الجماعة اللبنانية برد وصفه بالقاسي بعد الهجوم الصاروخي الأخير على الشمال المحتل. يونيفيل بدوره كثف اتصالاته مع سلطات الاحتلال والمعنيين في لبنان لتهدئة التوتر بين حزب الله وجيش الاحتلال، حيث أكد المتحدث باسمها أندريا تينينينتي أن لا أحد يريد نشوب صراع أوسع نطاقا في المنطقة، مؤكدا أنه ما زال هناك مجال للتوصل إلى حل دبلوماسي لتهدئة الأوضاع. من جهتها تقود الولايات المتحدة حملات لردع إسرائيل عن تنفيذ رد واسع، حيث ترتكز جهود واشنطن وبعض العواصم الغربية على تقييد رد إسرائيل من خلال حثها على عدم استهداف بيروت المكتظة بالسكان أو الضاحية الجنوبية للمدينة التي تشكل معقل حزب الله أو البنى الأساسية الرئيسية مثل المطارات والجسور. أوضاع مشتعلة بين جيش الاحتلال وحزب الله منذ 7 أكتوبر الماضي على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الصراع لتتحول لحرب إقليمية تدخل الشرق الأوسط في نفق مظلم من الحروب والصراعات. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل يمكن أن يفجر الوضع في منطقة الشرق الأوسط برمتها. أضاف أوستن أن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا أكبر بالشرق الأوسط وأنها تسعى إلى حل دبلوماسي ينهي الصراع. أشار أيضا إلى أنه لا يرى أن نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أمر حتمي. قالت شركة طيران إيجين إيرلاينز اليونانية إنها ألغت رحلاتها إلى بيروت حتى 1 أغسطس في ظل الأوضاع الراهنة. وأضافت الشركة أنها تقيم تطورات الأوضاع باستمرار وفقا لتعليمات السلطات المعنية. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن 5 أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون نقلت قولهم إن الولايات المتحدة تقود حملة دبلوماسية لردع إسرائيل عن ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو استهداف البنية الأساسية المدنية ردا على الهجوم الصاروخي الذي طال قرية مجدل شمس بهضبة الجولان المحتل. أضافت أن الولايات المتحدة تسعى لاحتواء الموقف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لمنع تفاقم التوتر بالمنطقة. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا سيادة العميد. إسرائيل تقول في وصف ردها المتوقع والمنتظر على حزب الله إنه هذا الهجوم سيكون محدودا لكن مؤثرا، كيف نفهم ذلك؟ ماذا يعني؟
يعني أن إسرائيل تعرف تعودت أن إذا ما كان هناك أي قذيفة باتجاه إسرائيل ترد بعشر مدافع وليس بقذيفة. اليوم يختلف الوضع مع حزب الله، يختلف الوضع. كلما كانت تحاول أن تفعل أي عمل بحق حزب الله أو تستهدف أحد القادة، قادة محاور أو قادة ضمن فرقة، كان الرد من 50 صاروخ وما فوق. لذلك إسرائيل نعم سوف يعني كل ما تدرسه هذا تحديدا، لأن كل تداعيات محسوبة، يجب أن تكون محسوبة، وهذا ما يؤخر أي ضربة، وهذا ما يجعل إسرائيل يعني مهيدة في الجانح في هذه الضربة، وهذا ما يفشل هذه الضربة قبلها، لأن تعرف إسرائيل أن إذا ما استهدفت أي مكان هناك استهداف مقابل لمكان مقابل مماثل. طيب لو نشرح بمزيد من الأمثلة، يعني تضرب لنا بعض من الأمثلة سيادة العميد، ماذا لو حدثت المواجهة بالفعل؟ الأهداف التي يمكن أن تستهدفها إسرائيل وبالمقابل الأهداف التي يمكن أن يستهدفها حزب الله في الشمال الإسرائيلي. يعني لا أحد يعرف، هذا أمر مدروس. هو سيناريو، نعم نتحدث عن سيناريو. كسيناريو، نعم إذا ما استهدفوا مطار هناك يستهدف مطار بإسرائيل، إذا ما استهدفوا العاصمة تستهدف تل أبيب، إذا ما استهدفت أي مواقع لخزانات وقود تستهدف كريش وتستهدف حقول النفط كلها. يعني هذا ليس صعبا على حزب الله، وقد تمرس حزب الله خلال 10 أشهر بأن يحاول أن يكون له عمليات معقدة تلهي القبة الحديدية، تشغلها بصواريخ الكاتيوشا وتوصل المسيرات إلى أهدافها. ليس صدفة أن تصل 4 مسيرات إلى عكا ولا تطلق صفارات الأنظار. ليس صدفة أن يكون هناك مسيرات تصل وصواريخ تصل ودقيقة التصويب إلى مسافات 40 كيلومتر إلى طبرية ولا يكشفها الرادار. بالتالي حزب الله خلال هذه الفترة استطاع تدمير جزء كبير من مفعول القبة الحديدية وراداراتها، وكذلك أماكن الاستخبار والاستعلام وأجهزة الرصد لدى العدو الإسرائيلي. لذلك الإسرائيل مربكة بالرد. يعني صحيح أن نتنياهو يعني هدفه فقط إطالة الأزمة والهروب إلى الأمام من أمام شعبه، والهروب دائما باتجاه فتح جبهات جديدة. هو يتاجر بدم سوري، هؤلاء دم سوري هذا وليس دم إسرائيلي. هؤلاء الذين استشهدوا بنتيجة هذه القذيفة، لو كان فعلا نتنياهو حريصا على دمائهم كان افتتح وأقلها مستشفى ميداني، أول طفل يصل إلى المستشفى ساعة وربع توصل إلى أول مستشفى. يعني هذا هذا الذي يحصل. إسرائيل تقول أو على الأقل يعني التقديرات تقول إنه إسرائيل لا تريد الوصول إلى حرب، وبالتالي عملية الرد ستكون مدروسة طبقا لمعايير ميدانية سياسية كما قلت حضرتك، ستكون مدروسة بشدة. هل وارد أن تستهدف إسرائيل الضاحية وهي منطقة استثنائية مهمة طبعا جغرافيا بالنسبة لحزب الله؟ يعني بالسابق عندما اغتالت الشيخ صالح العروري اغتالته في الضاحية الجنوبية. يعني اليوم ممكن أن تستهدف الضاحية بشكل أن تستهدف أماكن عسكرية حتى تبرر لنفسها أنها لم تستهدف أماكن مدنية. ممكن، نعم، ليس هذا شيء معقول. ممكن أن تكون في العمق حتى في بيروت ممكن، ولكن يعني هناك تداعيات سوف تحصل ولن تسكت. يعني أثبت حزب الله أنه ليس متروكا، هو من جزء من محور يمتد إلى العراق إلى اليمن، وقد أثبت اليمن فعاليته في هذا الاتجاه، وكذلك العراق جاهزة والجولان جاهز. يعني هناك فصائل لحزب الله وللمحور مقابل الجولان إذا ما حاول عبور الجولان المحتل. شكرا جزيلا العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع في لبنان وخطر التصعيد الإقليمي، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم الانجرار في فتح جبهة أخرى للقتال. قالت ميلوني إن المجتمع الدولي يجب أن يواصل إرسال رسائل الاعتدال، مشيرة إلى إمكانية أن تقوم الصين بدعم مثل هذه الجهود.
إنني أشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في لبنان من خطر التصعيد الإقليمي، في حين يبدو أن هناك بصيص أمل، وهذا أيضا أمر لا بد من تقييمه، ففي كل مرة يبدو أننا نقترب قليلا من إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار، يحدث شيء ما، وهذا يعني أن هناك لاعبين إقليميين مختلفين يسعون إلى التصعيد ويسعون دائما إلى دفع إسرائيل على الرد. علينا أن نستمر في إرسال رسائل الاعتدال في هذه المرحلة، ويمكن للصين أن تكون محاورا مهما للغاية في هذا الصدد. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطر تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى إلحاق مزيد من المعاناة بالمدنيين ونشوب صراع إقليمي له عواقب إنسانية مدمرة. ودعا إيلوي فيون القائم بأعمال المدير الإقليمي للجنة الصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى، دعا بشكل عاجل إلى وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين، مضيفا أن الأحداث المروعة في المنطقة يجب أن تكون بمثابة دعوة للعمل على إعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين، معربا في ذلك عن قلقه الشديد إزاء التهديدات المتزايدة بتوسع الصراع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من بيروت النائب ملحم خلف، عضو مجلس النواب اللبناني. مرحبا بك سيادة النائب. كيف ترى مكونات لبنان السياسية المختلفة تطورات الأوضاع الحاصلة الآن؟ سيدتي الكريمة، عندما نشهد على فشل الشرعية الدولية ونكون في شريعة الغاب التي تنتهجها إسرائيل بانتهاكات يومية وبوحشية غير موصوفة، لا يمكن لنا إلا أن نكون قلقين أمام هذا التفلت من الأخلاق والحقوق والاتفاقيات، هذا التفلت من القرارات الصادرة بحق إسرائيل من قبل المحكمة الدولية الجنائية، من قبل محكمة العدل الدولية، من قبل محكمة الجنائية الدولية، من قبل مجلس الأمن، من قبل الجمعية العمومية. كل هذه التفلتات التي تحصي ما يزيد عن 133 إدانة وقرار أممي تفلت منها الكيان الصهيوني، هل لديك أدنى فكرة بأنه لن يقيم الوحشية المعتاد عليها ولا أن يتخطى كل الخطوط الحمراء وأن يذهب إلى هذا الجنون المتفلت باعتداءات وانتهاكات لا يمكن وصفها؟ إننا بالتأكيد مع هذا القلق المتمادي، خاصة القلق المتمادي بفشل الشرعية الدولية، وطالما ليس هناك من ترميم لهذه الشرعية الدولية سيكون هناك دائما شرعية الغاب، أي شرعية العنف، وهذا العنف المتمادي يجب أن يواجه بقوة القانون والاتفاقيات وحقوق الإنسان، ولا يمكن تحت أي مسمى أن نقبل بأن تكون هذه الاتفاقيات التي هي نظريا جنى لما يزيد عن مئات السنين من الجهد والقانوني للحفاظ على المدنيين، والتي تمثلت بعدد كبير من المعاهدات، لا سيما معاهدات واتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الأساسيين المرتبطين بهما، اللذان جميعها تؤكد على حماية المدنيين، وتحت هذا الأمر لا يمكن أن نقبل أن تكون إسرائيل متفلتة من هذا الموضوع. طيب حضرتك في تصريحات لك دعوت الجميع للوحدة، وأنه هذا الوقت هو يعني وقت مهم جدا أن يقف الجميع يعني بقلب رجل واحد، ما هو صدى هذه الدعوة سيادة النائب؟ سيدتي الكريمة، يعني ليس هناك من أهمية على الموقف الوطني الجامع عندما يكون الخطر بهذه النسبة، ولا يمكن أن نتصور أن لبنان ليس بهذا التضامن. اليوم جميعنا يجب أن نقف بهذا التضامن الوطني، وهذا أمر لأننا في مركب واحد، وما يصيب أيا منا يصيبنا جميعا، وهذا الأمر هو في ضرورة عقلنة
ما يمكن مواجهته، وخاصة من عدو تاريخي للبنان. هذا العدو الذي لا يمكن له أن يقبل بهذا التنوع ضمن الوحدة في لبنان، بهذا العدو الذي يستشرس بمقاربته النقيضة لما هو يطمح إليه من قيام دولة دينية بحتة. لذلك علينا نحن كلبنانيين ومن جميع التنوعات، كانت تنوعات سياسية طائفية مذهبية عقائدية، يجب أن نكون كالرجل الواحد في هذا الموقف الذي لا يمكن لنا إلا أن نكون بموقف جامع إنقاذي اليوم، وهذا ما يتطلبه الظرف الذي يحيط بنا. سيادة النائب، يعني في سؤال أخير، السيد نجيب ميقاتي يقول إن ما حدث في مجدل شمس ما زال غير واضح بالنسبة له، برأيك لمصلحة من قد يجر لبنان إلى حرب لا يد له فيها؟ سيدتي الكريمة، الموضوع قد يكون يعني من لا يفهم البعد الإسرائيلي لاختلاق الزرائع، فهذا أمر جدا أساسي اليوم. يعني الكيان الإسرائيلي ليس بحاجة لزرائع أكثر مما يخلقها، وبالتالي أعتقد أن ما جرى في جولان المحتل، وخاصة في قرية مجد الشمس، هو نوع من جرح ونزف يطالنا جميعا، وبالتالي هذا النزف لا يمكن استغلاله تحت أي مسمى، لا سياسيا ولا عسكريا من قبل العدو. لذلك لا يمكن مقاربة هذا الأمر الذي يجرح كل صاحب ضمير أن يكون في استغلال سياسي أو ما شابه. نعم، يعني أنا كنت قد ذكرت أنه السؤال الأخير، لكن هذا هو السؤال الأخير حقيقة الأمر. سيادة النائب، سريعا، ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة والبرلمان في هذا التوقيت؟ سيدتي الكريمة، منذ أشهر طالبت الحكومة بأن يكون هناك خلية أزمة تواكب الناس وتواكب كل ما يمكن أن يعترض حياتهم، وأن يكون بشكل أساسي بقلقهم المتزايد في هذه الفترة. وقد يكون من الأولويات هو أن يذهب أولا الحكومة، أن تذهب إلى فرض أو إلى المطالبة بترميم القرارات الدولية والشرعية الدولية والتمسك بهذه الشرعية الدولية، ومن ثم خلق إطار مؤنين أقله لما قد يصيب أهلنا في الجنوب، وقد يطال أكثر من أهالينا في الجنوب. لذلك الخطة التي قامت بها الحكومة وعرضتها في المجلس النيابي لا يمكن أن تبقى ورقية، لذلك عليها أن تأخذ الخطوات الميدانية وتواكب الناس في هذه الفترة الدقيقة من حياتنا ومن ما يعني يترقبه. نعم. اللبنانيون بقلق شديد. شكرا جزيلا لك النائب ملحم خلف، عضو مجلس النواب اللبناني، كنت معنا من بيروت. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل لختام هذه النافذة من التحليل، شكرا للمتابعة. التغطية مستمرة على القاهرة الإخبارية، بعد لحظات تأتيكم نشرة أخبار الرياضة.